اتصال هاتفي اخر. نجيب من المحمديه. الو. وي لالا صباح. اهلا سيدي، لاباس عليك؟ الله يكثر خيرك، بارك الله فيك. الله يطول عمرك. شكرا شكرا لكم على البرنامج، وكنحيو جميع المستمعين. لالا اختك سي نجيب، اهلا وسهلا ومرحبا، تفضل. لالا بغيت تسمح بالسخفيفه ظريفه، لان دابا وقت الربيع وكاين الخبيزه البقوله. يا نعم سي نجيب، تماما. ندير واحد التورتيه بالخبيزه ولا بالبقوله، راه كاين اللي يقول لها البقوله وكاين اللي يقول لها الخبيزه. نعم، طيب تفضل، شنو نحتاجوا المقادير؟ المقادير ما غاديش نجيبهم اكزاكت، لان على حساب عين ميزاننا الكونتيتي ديال فوالا. نعم. على حساب لا كونتيتي ديال الناس اللي غياكلوا. نعم تفضل سي نجيب. كنشدوا البقوله ولا الخبيزه. نعم. نقيوها مزيان، نظفوها. نعم. نخليوها بالعواد ديالها طوال. اييه. كنديروا سيدي واحد الكميله ديال الماء، نخليوها حتى تغلى مزيان. نعم. كنجددوا البقوله من الجدر ديالها. من العواد ديالها. نعم. وكندخلوها في ذاك الماء وكندورها واحد 10 سكوند تقريبا. نعم 10 ثواني. نعم ونحيدوها، يا بري نقرطوها ونخليوها شويه تنشف شي شبكه ولا هذه، ونخليوها شويه تنشف. نعم واخا. دونك نديروا واحد المقله فيها زيت الزيتون. اييه زيت البلديه. معها واحد ثلاثه ولا اربعه دريوس الثومه بالقشره ديالها. اييه ثلاثه ديال الفصوص حتى اربعه ديال الفصوص ديال الثومه بالقشور ديالها. نشد واحد السوبيره نديرو فيها هذيك البقوله اللي قربنا، نهرسو عليها بيضات على حساب الكميه ديال الناس. إيه؟ ما نخليوهاش، يعني ديما البيض خصو يكون شويه زايد على الخبيزه. نعم باش ما تجيناش ناشفه، حيت حنا خاصنا شي حاجه اللي تجمع لينا. اكزاكتلي. نعم. نديرو معاها غير الملح. نديرو معاها شويه الملح. إيه؟ الملحه فقط. إيه؟ ونطيبوها حتى توجد بحال الخبيزه. نعم. نحطوها في ديك الزيت ونخليوها تصوب بحال الخبيزه، الوقت اللي توجد عاد الانسان بغى يزيد فيها البزار ولا يزيد فيها الكمون ولا هذاك الشيء شغله. نعم ينسمها باش ما بغى. هذا الشيء خفيف بريف. نعم. هذا هو الكلام. تحية لك سي نجيب، فعلا طبق، لان الخبيزه دائما حنا او البقوله في المغرب. لان الوقت ديالها دابا راه الربيع وتمامهم. وحتى الطريقه ديال الطياب دائما كنفوروها ونديروها مع لاصوص طوماط وشويه الحامض نصير وزويتنات وهذا. لا سيميو ان واحد الفاليس. نعم. احسن من باش ما تبقاش تنسق. نعم تبارك الله عليك سي نجيب، تحيه ليك ومرحبا بك معنا في فقره الحداقه. تحيه لك نجيب وشكرا لك على اتصالك.